او ساجدش ان هو مش عايزين انا يبهدلها بتكلم وانتي على بتسمعي الناس الغلابه القصص اللي دي. زي حالاتنا يعني، يعني بتبقى ضيقه ويبقى كذا ويبقى كذا، فبيبقى صعب، بيبقى صعب. فانا عند وجوبا وزير الاوقاف نداء في كل منطقه يكون فيها مغسله، ومن كان قادرا من اهل الخير ينشئ مغسله لوجه الله، لوجه الله، واخد بالك؟ ده من اقرب القربات، له ثوابه يعني، ده له ثواب. نعم جدا، لانك انت بنغسل المتوفى ويدخل للصلاه. نعم. يعني عارف ازاي؟ يعني ما بيبقاش فيه يعني مسافه او ما الى ذلك. طب يعني اول حاجه بتعملها ايه لو جات لك واحده في البيت؟ اول حاجه بالظبط، اول حاجه بعملها بدخل الاول من غير حد الوحدة. اشوف حال المتوفى، يا ترى ايه حالك؟ يا ترى انت هتتطلبي ان انا اجيب تراب معايا، يكون في جرح، يكون في كذا؟ يا ترى انت حاطه مانيكير او ضوافرك طويله او في روج او ممكن يكون في كمان يا ترى يا ترى انت اتحطيتي في الثلاجه فيبستي؟ كل دي حاجات لابد انا ايه اطمن على ده. ناخد حاجه الجسد مزجه يعني ما فيهوش اي مشكله، يعني ايدها مش معوجه كده، معرفش عامله كده يعني ايه. طب عشان ما يحصلش التيبس ده، دايما بنغمض العينين عند لحظات الوفاه. ده وقت الوفاه. بنعمل ايدين ايه عشان ما يحصلش تيبس نقدر ان احنا نغسله؟ صح، ساعه الوفاه وساعه الاحتضار، واول ما يعني تسلم الروح الى بارئة، يستلمها ملك الموت وكذا، بنجيب الاشارة وبنربط هنا، بنقفل الاول العينين، وده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على ابو سلمه واغمض عيني، واخد بالك؟ بتشد ده كده علشان الفك ما يتفتحش. الفك ما يتفتحش. واذا كنت اذا كان في البيت مش في المستشفى وحاطط اللي هو التركيبات، التركيبات او كده، اساعد ان كانت ما مش هتعمل يعني اللي هي كان زمان طقم اسنان، الطقم يتشال، انما لو تركيبه ما تتشالش. لا 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 ما تجيش جنبها، واخد بالك؟ بشوف واطمن عليها الاول، القي اليها السلام. طب لو مركبها هيكل مش ضوافر صناعيه ملزوقه، بنشيلها ما هتقلمها؟ حتى ما هي دلوقتي ضوافرها معظم الموجودين مركبين ضوافر صناعيه. ده نشيلها ولا نسيبها تدفن بيها؟ لو بتتشال من غير ايذاء للجسد، يعني من غير ما تاذيها، لان ايذاء الميت اصعب من ايذاء الحي، لان الحي ممكن يعبر عن الالم، انما ان الميت ده وهو بيتغسل حاسس. طبعا بيحس. ايوه طبعا بيحس بينا، بيحس باللي حواليه. ايوه انا هقول لك. ايوه بص يا احمد، سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، وربنا ان شاء الله ان شاء الله يجعل من يغسل احتسابا لوجه الله تغسل عنه ذنوبه، وان شاء الله المتوفاه يغسل عنها بكل قطره من قطرات الماء ذنوبها. امين امين. يعني ان شاء الله يا ربنا يغسلها بالماء والثلج والبرد ان شاء الله باذن الله. فانا بدخل الاول اقول لها السلام عليكم ورحمه الله، واطمئنها واقول لها انتم الصادقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، واكشف وجهها واتحصص يعني من الغطاء ان كانت معوجه او كده، لان كل ده بيبقى ليها، ان كان بتنزف، ان كان كل ده لازم اكون. هو التيبس ده بيحصل بعد كام ساعه يا دكتوره من الوفاه؟ يعني بيوم 3 ساعات. ياه بس 3 ساعات بس. تنصحي بقى لو هي هتقعد مثلا في 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 جثه مثلا تفضل قاعده في البيت لغايه تاني يوم، لو 12 ساعه او 24 ساعه يشغلوا مراوح بقى ويحطوا يعني كافور وكده عشان الريح؟ ادي البني ادم، ادي البني ادم اخرته 3 ساعات. وانا بنصح اول ما الروح بتصعد الى باريها، واخد بالك، وهي هدومها يعني مش نظيفه او فيها اي حاجه او كانت رجعت او اي حاجه، ان احنا وقتها قبل 3 ساعات بيبقى سهل كانها عايشه. يعني اشيل الهدوم والبسها جلابيه حلوه كده جميله، واخد بالك، علشان لغايه ما يجي وقت الغسل ان شاء الله يكون ايه، تكون
يعني حلوه جميله وريحتها كويسه. اه لانها خلاص انا بعدها للعرس، عرس اللقاء، اللقاء بالله سبحانه وتعالى من احب لقائي. تخيل ربنا ما يقول لك من احب لقاء الله احب الله لقاءه، فاحنا بنهيئها علشان ندخل. يعني مش وعاوص صوت وكل اللي بيصوت ويصرخ يصوت على نفسه، لانه ممكن هو بيصوت يجي له ملك الموت يقبضه. يعني هيك عايزه تقولي هنا ان الصوت العالي والسويت و... والندابه ويا حبيبتي ويا نور عيني زمان واحده تقعد تعدد والندابه في المناخير. لا لا دي لازم تتقطع على راسها على طول تتخبط. اه طبعا يا حبيبتي يا فلانه، انا حطيت مره تراب في فم واحده منهم. انا كنت في البلد، انا كنت في بلدي في ابو سمبل، رحت حاطه لها تراب في بقها على طول. امال ايه يعني؟ وطرد على طول طبعا، اي نوع من النواح لا يجوز. طب لحظات بقى الغسل نفسها دكتوره، يعني بعض يقول لك ايه انا دي كانت موصيه ان مثلا سلفتها ما تحضرش غسلها، او كانت موصيه ان جوزها ما يحضرش غسلها. دي نقطه مهمه، الوصيه دي بقى مهمه وجوبا تنفذ، وجوبا تنفذ. من كانت حتى لا ترتاح ليهم وحتى ما قالتش، لكن المشاع انما بترتاحش، لا يدخل الا عليها الا المستأمن عليها. طب لو واحده بقى في الغسل طبيعي بنتها تحضر، ابنها بقى يحضر؟ لا ده النهارده جايزه نوبل، ايه رايكم؟ ماشي يا دكتور ماشي. وهديك شوكولاته بعد ما نخلص. تمام. ودي بقى ابنها يحضر؟ هقول لك بس انا كنت يعني بغسل حبيبه من الاحبه، حبيبتي يعني، وملهاش الا ولدين. اقسم بالله يا احمد الولدين يعني حنيه، يعني حنيه البنات بقى يقول لك لا حنان وخلق وما شاء الله تبارك الله الاثنين فيهم يعني باذن الله، وعاملين عمايل يعني انا ما يعني ما بقتش عارفه مش مصدق. المهم فدخلت وهي ما شاء الله يعني جسمها، فما بقول لك انا بدخل عاين الاول. تمام. فرحت قايله لهم هتدخلوا الغسل معايا انتوا الاثنين. قال لي قلت له هتدخلوا الغسل؟ انت مدخلهم عشان يساعدوكي يعني، انت يقدروا يشيلوا ويحطوا صح؟ عشان كمان يرتاحوا. انا بقول لك دخلت يرتاحوا ولا يتعبوا؟ دكتور انا دخلت مره حضرت احمد استناني كشفت وجهها فلقيت تبارك الله تبارك الله البسمة الجميلة سبحان الله رغم شدة المرض الذي كانت فيه. يعني ده برضو ده تعبير عن حاجة، بعض الحين يقول لك ده كان وشها لبن الحليب وكان فيه ابتسامة نور بيبقى نور. يعني محمد بيبقى فيه محمد بيبقى فيه رضا رضا. طب يعني ناخد أستاذ محمد وبعديه على طول، احنا بنتكلم النهاردة عن الغسل والتكفين وأصول العزاء. أنا بيك يا أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.